بهذه اللوحة افتتح معرض مشترك حمل عنوان اختلاف لمجموعة من الفنانين الشباب الذين عرضوا أعمالهم بشكل جماعي في مركز رايزر هاب. الفكرة من هذا المعرض انه احنا بده يكون في مكان للشباب انه يكون في عندهم فرصة انه يعرضوا الاعمال تبعوتهم. هي مو بس انه مثل جاليري او شيء، لا، هي مثل ملتقى حيكون موجود فيه اللوحات تبع الفنانين، والفنانين يلتقوا مع العالم ويحكوا عن لوحاتهم، عن افكارهم، عن الفن تبعهم. سو هي فكره جديده احنا عم نعملها كرمال الفنانين الشباب. حبيت شارك بهذا المعرض، معرض اختلاف من مدارس مختلفه من الفن. طبعا مثل ما ملاحظ في عندنا فن تجريدي، انا طبعا شاركت بنوع من الفن هو الفن الواقعي وفي شويه رمزيه. نحن حبينا انه نقدم فكره انه احيانا الاختلاف بيجمعنا. مثل ما بنعرف نحن بلد في عناصر كثير مختلفه بس بنفس الوقت متماسكين، وهيدا المعرض رح يعبر عن هيدي الفكره بشكل فن مو اكثر يعني. المعرض ضم مذاهب متنوعه من الفن حيث عرضت مجموعه من اللوحات التجريديه والواقعيه. قررت شارك أعمالي اللي هي تحت عنوان الصمت بسبب الظروف اللي كانت خارج إرادتنا، فكنا مثل في عجز بحياتنا، فهذا الشيء اللي خلاني سميه الصمت. وقررت حط البورتريات بأعمالي لأنه هن أكثر شيء بتعكس عن نفسيتنا. فأنا لهلأ عم ببحث بالبورتريات اللي تقريبا بعد تخرجي لهلا صار لي تقريبا 5 سنين 6 سنين، وهذا جزء من اعمالي اللي هي تحت عنوان الصمت. هذه المعارض التي تعتبر فرصه لكل فنان يريد عرض لوحاته ويشاركها حاملا رساله بقاء الفن رغم كل المعاناه التي يواجهها.